نتحدث ما مدى خطورة تأثير ألعاب الفيديو على الطفل، وخاصة أنها تحمل محتوى يعزز العنف كلعبة فورتنايت التي ذكرناها في التقرير؟ هو ألعاب الكمبيوتر بشكل عام خطورتها أنها ممكن تسبب في إدمان، يعني الطفل يمارسها لعدد ساعات طويلة لأنها تبقى مبهرة ومثيرة ويتعلق بيها، ويمارسها ساعات طويلة على حساب أنشطته الاجتماعية الأخرى، على حساب دراسته، على حساب علاقاته بالآخرين، على حساب هواياته، ولا يستطيع التوقف عنها، وإذا توقف عنها يشعر بالقلق والضجر والملل، تأثر على نومه وتأثر على سلوكياته بشكل عام. حتى منظمة الصحة العالمية صنفت أخيرا مرض، يعني قالت أنه في اضطراب نفسي مصاحب للإدمان على الألعاب الفيديو، يعني يصبح الطفل مدمن منغمس فيها بشكل تام ولا يستطيع التوقف عنها. كيفية معالجة هذا الطفل المدمن؟ طبعا هو المعالجة بتكون عن طريق الأهل، والأهل لازم يتناولوا الموضوع ده زي كل مواضيع، الأهل لازم يتناولوها بالحب والتفاهم والحزم، بدون التقليل من الشأن، بدون انتقاد، بدون عنف. الأهل بيتفقوا معاه على أنه يمارس هذه اللعبة لعدد محدد من الساعات، أقل بكثير من اللي هو بيمارسه، يعني ساعتين أو ثلاثة، موعد محدد، لا يتخلفوا عن أنهم يعطوله هذا الموعد، ولا يستخدموه في الثواب أو العقاب، يعني مش معنى أنه يجيب درجات عالية يقولوا له طب خلاص بدل ساعتين هنديك ساعة إضافية، ولا يستخدموه للعقاب أيضا، يعني إذا مثلا أساء في شيء ما يقولولوش طب إحنا هنحرمك من الساعتين دول. هم يتفقوا معه على ساعتين أو ثلاثة محددين في اليوم لازم يمارس فيهم الهواية دي بشكل ما، يعني بشكل ثابت. الشيء الثاني كمان انه هينتج عن كده ان هيبقى فيه وقت فراغ، وقت الفراغ ده لازم يشغله بهواية تكون محببة له، اي نشاط يكون محبب له، هو اللي يختاره مش احنا اللي اختاره له. شيء محبب يشغل به هذا الوقت، لان هيبقى عنده فيه فجوة ناتجة عن التوقف عن اللعبة. لو الفجوة دي ما انشغلتش بشيء محبب له هيرجع تاني يمارس اللعبة بشكل مستمر زي ما كان. دكتور محمد الجارحي، استشاري الطب النفسي ورئيس وحدة معالجة الإدمان في مدينة الشيخ خليفة الطبية، شكرا لحضورك. شكرا.